بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. هلا الفيديو اليوم راح احكي فيني اعمل كيف فيني اشوف سجل المشاهدات الخاصة فيني على التيك توك. يعني على سبيل المثال شو بدي اشوف الفيديوهات اللي شاهدتها من حوالي اسبوع، من حوالي شهر او اكثر. الطريقة راح تكون على الشكل التالي، انه تصدف انه بدي ارجع اشوف فيديو شفته من حوالي اسبوع، بدي اشوف هالفيديو. كيف حتكون الطريقة عشان اشوف سجل المشاهدات الخاصة بالفيديوهات اللي شاهدتها على حسابي على التيك توك؟ الطريقة راح تكون على الشكل التالي، راح نفوت على حسابنا على التيك توك على الصفحة الرئيسية، بعدها راح ننزل لتحت منظور، راح اشوف في خيار اسمه استكشاف، راح نكبس على زر الاستكشاف، يطلع عندك على الشكل التالي. بالاعلى في عندك خيار البحث، راح نكتب بسجل البحث اي شيء، اي كلمة بدك اياها، فرضا اعطيها الكلمة، طلع عندك هي النتيجة. راح اشوف بالاعلى على اليسار في عندك شكل مثل الخطين فوق بعض عشان الفارز، اذا كبسنا عليه ضغطه راح يعطيك انه فيديوهات شاهدتها خلال اخر 7 ايام او امس او هذا الاسبوع. تختار الشيء اللي يناسبك. انا بدي اشوف الفيديوهات اللي شفتها خلال اخر 7 ايام، يعطي اشاره صح هيك تفعيل، بعدها راح اضغط على خيار اسمه التطبيق. طبعا هيك راح يعطيني الفيديوهات اللي شفتها على حسابي على التيك توك اخر 7 ايام. طبعا هي كانت الطريقة بكل بساطة كيف نشوف سجل المشاهدات الخاصة بالفيديوهات بحسابي على التيك توك. هلا الفيديو بيكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.